وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الفيك نيوز، وطبعا بنقول لكم فيها خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون فيه اخطاء او الخبر ده فيك وبنصحح لكم الخبر ده. انتشر خبر الكام يوم اللي فاتوا ان الزمالك هيتعاقد مع محمد ابو جبل حارس سموحة، والاهلي هيتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة. لكن المهندس فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة نفى تماما بيع ابو جبل وحسام حسن للزمالك والاهلي، وقال ان كل اللي اتقال ده مجرد اشاعات. وقال رئيس سموحة انه ما وصلوش لاي عرض او حتى مفاوضات بطريقه رسميه لشراء محمد ابو جبل او حسام حسن، وكان في عروض مبدئيه لشراء محمود معاذ وكناريا. اكد فرج عامر انه مش هيفرط في خدمات محمد ابو جبل او حسام حسن لانه عاوز يكون موجود طبعا في الفرق اللي بتنافس على الدوري او في المربع الذهبي وينافس على الدوري خلال الموسم اللي جاي.